معايا المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية. باشمهندس خالد مساء الخير أولا. مساء الخير دكتور عمرو. مساء الخير. لو تدينا فكرة عن الثلاث مناطق اللي يعني احنا بنتكلم عنهم وكم عدد السكان اللي هيتم نقلهم وإلى أين سيتجهون؟ بداية حضرتك طبعا حضرتك عارف مشروع مجرى العيون لو حضرتك تتذكروا هذه المنطقة طبعا كانت من أشهر مناطق القاهرة اللي فيها أكثر نسبة تلوث اللي هي كانت بتسمى منطقة المدابغ. طبعا الحمد لله احنا حضرتك عزلنا المنطقة بالكامل هي حوالي 95 فدان وبيجي عليها المشروع اللي حضرتك عرضت الصور بتاعته اللي هي في مراحل نهائيه من التشطيبات. طبعا بجوار هذه المنطقه في ثلاث مناطق اخرى كان راجل سياده الرئيس ودوله الرئيس الوزراء ان احنا يتم الازاله طبعا بالشراكه مع محافظه القاهره قامت بازاله ثلاث مناطق اللي هي السكر والليمون ومنطقه حوش الغجر ومنطقه الجياره. دول حضرتك فيهم حوالي 1600 اسره تم تسكين بالفعل حوالي 1000 اسره حاليا والباقي لسه تباع. تم تسكينهم فين يا باشمهندس خالد؟ تم تسكينهم حضرتك في منطقه اسمها منطقه الخيانه، منطقه الخيانه دي يعني حوالي 7 كيلو او يمكن اكثر من 2 كيلو بالكثير من هذه المنطقه. يعني في محيط هذه المنطقه. بالظبط يا فندم، وفي منطقه يعني مخططه جيده جدا فيها كل الخدمات، فيها مدرسه، فيها حضانه، فيها اسم بوليس، فيها مكتب البريد، فيها حديقه يعني على اعلى مستوى، ومش بس كده كمان الوحدات كلها مفروشه بالكامل. يعني الاسر اللي بتنتقل حضرتك بتنتقل لوحده مفروشه بالكامل ومجهزه وفيها كل المنطقه فيها كل الخدمات اللي موجوده حضرتك. طبعا محافظ القاهره حضرتك بيقوموا بالاخلاء طبعا تباعا، فكل بيخلوا عقار او اكثر بينقلوا السكان في منطقه الخياله، وزي ما انا قلت لحضرتك هم فعلا حاليا تم الانتهاء من تسكين حوالي 1000 اسره، متبقي حوالي 650 اسره يمكن 900 اسره لسه ما زال يعني الاخلاء بيمشي تباعا طبعا ويتم الازاله بحيث ان احنا نقدر نخش نكمل التصميمات ونكمل التخطيط لهذه المنطقه بالكامل. لان انت عارف حضرتك دي منطقه في قلب القاهره، منطقه هامه جدا. احنا قمنا بتطوير بعض المناطق مش بس منطقه مجرى العيون ولكن بجوارها طبعا حديقه عين الحياه اللي حضرتك طبعا شفتوها كلها اللي كانت بجوار متحف الحضاره. وطبعا حاليا بيقام بتطوير منطقه حدائق البوستات، وبالتالي المنطقه كلها بالكامل بيعاد تطويرها حضرتك مش بس منطقه مجرى العيون. يمكن وحضرتك بتكلم انا بشوف الفيديو اللي يعني بيعرضه دايما، الفيديوهات اللي بيعرضها دايما الصديق العزيز الاستاذ هاني يونس. يمكن انا شايف التصميمات ليها طبع معين كده، انتم يعني قصدتم في هذه التصميمات انها تطلع بهذا الشكل باشمهندس؟ لا احنا حضرتك بنعيد المنطقه للرونق بتاعها، انت عارف حضرتك النهارده هناك مناطق القاهره التاريخيه والقاهره الفاطميه، فاحنا بحاولنا حضرتك نرجع تاني القاهره التاريخيه زي ما هي، لان دي منطقه حضرتك احنا مبتغين بيها ان احنا نرجع ليها تاني السياحه هناك، بس مش عمارات سكنيه، هناك مول تجاري موجود في هذه المنطقه، محلات عباره عن كان في بعض الصور عند حضرتك ايضا فيها محلات، فيها مسرح مفتوح، فيها سينمات، فيها فبنعيد حضرتك الرونق تاني للقاهره. جميل. النهارده احنا شغالين في تطوير القاهره يعني في كل مناطق القاهره بالتعاون مع محافظه القاهره وصندوق التنميه المحليه، كان اشهر منطقه اخرى منطقه ماسبيرو زي ما حضرتك كنت شفتها برضه، منطقه ماسبيرو تم اخلاءها بالكامل وشغالين عليها حاليا وانتهينا من ابراج اللي هو السكن البديل للمواطنين اللي هم هيرجعوا تاني يسكنوا في نفس المنطقه وبقيه المشروعات فيها. فطبعا حضرتك ده عشان نرجع القاهره تاني للرونق بتاعها، القاهره الثقافيه والتاريخيه لكل يعني كل ما لا لديها من جمال كان موجود قبل كده، وان شاء الله نقدر نرجعه تاني. طب ده هتكمل الصوره بتغيير الاسماء اللي احنا يعني لفت نظري بعض الاسماء كده مثلا زي حوش الغجر والحاجات اللي زي كده؟ لا دي المناطق خلاص كلها اللي موجوده حاليا دي كلها تزال طبعا، بتغير الاسامي كده زي ما احنا يعني عملنا في السيده حضرتك كان في منطقه تل العقارب بقى اسمها روضه السيده. طبعا كل المشروعات دي حضرتك يبقى ليها اسامي اخرى جديده حسب يعني كل منطقه، ولو ليها اي يعني اسامي تاريخيه او حاجه بنرجعها تاني حضرتك للمنطقه على المنطقه بالكامل يعني. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان لمتابعه المشروعات القوميه، شكرا جزيلا.